ربما واش تقولنا هنا واش تحتاجوا هنا في هذه القريه، قريه ولا جباره؟ نحتاجوا نستافدوا هنا، لابد نستافدوا من السكنات، نستافدوا من اي حاجه. ما استفدناش من 62 مازال ما استفدناش، ومين جا في هذا الرئيس راه واقعيه. هذا الرئيس نجم نستفدنا منه، داروا لنا اوموا انجاز لنا في هذا الطابي. مازال خاصنا كما نقولوا سكاني، خاصنا حاجه تستافدوا منها. مازال ما استفدناش حتى حاجه من هذه من 62. حنا قريه الناس مجاهدين هنا، ناس كرامة، ناس باغي يلفوا الوعد تاع الوليه اللي جات عندنا. حد الان ما كاش حتى وعود. طالبوا حنا نطالبوا تعاود تجي عندنا وتزورنا ودينا الوعود تاعها. حنا طالبوا كيما راني ساكن، حنا انا ساكن هنا، كلي ساكن ثلاثه في الدار، اربعه في الدار، مازال ما استفدناش حاجه. هاو كاين الريف هنا استفدوا منه غير البراويه، ما استفدناش حتى حاجه. حنا نطالبوا من السيد الرئيس هذا الجديد هذا اللي في البلاتير كيدير دير انجاز، يشوف هذو السكان اللي داينهم وراهم مهمولين، ما كانش حتى واحد ديرهم غير البراويه وقاعدين. حنا نديك للدار تشوف، حنا اربعه ساكن في الدار ما استفدناش. كل اللي دا ما كانش لا قاعد مهموله. وعلى هذه نبغي حنا نبغي نمدوا ولا دير تحقيق السكان اللي تبدوا غير هاك. حنا نطالبوا تحقيق فوري. هذا الرئيس الجديد هذا في معاه دينا، نستافدوا معاه نهضروا الواقع، استفدنا معاه، نستفدنا معاه واستفدنا، نهضروا الصح والواقع. فاتوا واحدين قبلها ما استفدناش حتى حاجه. حنا نطالبوا نستافدوا، حنا ما طالبين حاجه. خصنا سكاني، خصنا استاد هذو مساكن، ها البراعم مساكن ما عندهمش لا باش يلعبوا. الك الك يلعبوا في هذه البسيطه، هذه بلاصه الك جرحين في الدم الباب. ما عندناش ما تيكون في الدم الباب. حنا نطالبوا من السيد الواليه تدير تحقيق في هذوك السكان اللي راهم مهمولين ملهيين. تشوف ما عندناش، ديك الدار تشوف ربع سكان. احنا ثلاثه خوت متزوجين ما عندناش عليه، كاين واحد جاري متزوجين وما ربعه ثاني ما عندهم، وكل اللي عنده وده عليه كيما حوب. احنا ما استفدوش حنا ثاني الجزائريين، ما بغوا نستافدوا. هذا الرئيس نهضوا الواقعيه، جا وراه جا نعزل زاد اصواله. علاه الرئيس هذا استفدنا منه، استفدنا منه طريق، نستافدوا منه ماتيك، وباش نستافدوا منه حنا خاصنا سكاني. حنا نطالبوا بالدوله تعطينا سكاني غير هذا المكان، ونطالبوا من الولايه الواليه دير فوري في هذوك السكان اللي مدوهم.